بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا ريمال تي في على هذه الاستضافه هذه باش نهضروا على شي مشاكل اللي وقعوا هذه الايامات بالنسبه للملحه ديال النادي البلدي رجاء اكادير. اللي كلشي كيسول اللي كيقول شنو هو المشكل بين الرجاء والبلديه، علاش الرجاء تحيدات ليه 10 المليون. المهم لحد الان مازال ما كاينش شي بلاغ ومازال ما كاينش شي توضيح على هذه الملحه هذه اللي تحيدات لينا حنا بارابور الفرق اللي معنا في الجروب. الفرق الاخرين عندهم 40 وحنا عندنا 30، يعني كاين واحد النقص ديال 10 المليون. هاد 10 المليون علاش؟ والله اعلم لحد الان. يعني حنا فاش درنا الاجتماع مع المكتب كاملو قررنا بان حنا كنستنكروا هاد المبلغ اللي عطاونا البلديه، حيت ما فيهش معايير اللي كاين عند الفرق الاخرين. يعني كيقولوا هما بلي طلب المنحه كتعطى اللي دار الطلب في الوقت ديالو وسميتو. حنا كاين واحد التاخير واللي بغيت نشرحه للناس دابا هو داك التاخير فين كاين. السيد اللي كان مكلف بالدوسي باش يتحط تما هو المرحوم امين مال 16، هو اللي كان مكلف بالدوسي باش يحطو. هو مع المرض ديالو مسكين كان عنده الدوسي في الطوموبيل، يعني كل سيمانه كيمشي لكازا على حساب باش يتداوى. كاين في سيمانه فاش كيبغي يجلس غير يومين تما كيضطر يجلس 4 أيام 5 أيام تما. يعني هذا هو المشكل علاش تعطل الدوسي ديالنا. ولكن الا قلنا تعطل الدوسي حيت كاينين الفرق الاخرين، كاين شي فرقي ذاك العام اللي تعطل لهم الدوسي تحيدات لهم 2000 درهم، يعني ماشي 10 المليون. هذا هو اللي كنستاءلوا به حنا دابا. وقع لنا واحد المشكل هذه السيمانه بالنسبه للمنحه كما قال الرئيس، وكنتاسفوا بزاف على الظلم، لان الظلم هذا وانما حنا كغيورين على فريق رجاء اكادير. كانوا الناس غادي كنا قريب باش ما يمشيوش ساعه دخلوا الناس، وكاينين بعض الاعضاء ديال البلديه اللي عيطوا وعطونا وعود وكنتمناو الخير ان شاء الله. وحنا راه كنشرفوا المدينه وكنحملوا نادي البلدي رجاء اكادير، يعني السميه تدل على كل شيء. سميتو عندنا عده شبان وعندنا عده لوطور وعندنا بزاف ديال سميتو، انما كنتمناو الخير. الرساله اللي غادي نوصل للناس ديال المجلس البلدي هو يديروا معنا موعد في اقرب وقت باش نريحوا معهم ونعرفوا المشكل فين كاين. يعني الا كان شي حاجه اللي تصلح ولا هذا الشيء كيتاخذ بالنسبه للمعايير ما عرفتش صراحه الله ما عرفتش انا كيفاش كيقسموا ديك المنحه على الفرق، رغم ان حنا والنجاح وانظف واحد الجروب. يعني الا كانوا كياخذوا المعايير ديال الفرقه على حساب الكلاسمون ديالهم وعلى حساب الانجازات ديالهم في السنه اللي الماضيه. حنا درنا اللي علينا ديك السنه وتكلاسينا 5 زعما شرفنا برجاء اكادير. قدمنا موسم رائع بالتضحيه ديال المكتب، التضحيه ديال اللاعبين، التضحيه ديال الجمهور. قدمنا موسم رائع الحمد لله الرحمن الرحيم. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تي في.